إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اللمحات التي تستوقفني في الكلمة القرآنية هذه اللمحة البلاغية العلمية. يقول الله عز وجل في خصائص السماء، خصائص كثيرة وردت في القرآن، أن الله جعل السماء بناء إلى آخر ذلك. من هذه الخصائص قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع. وسألت علماء الفلك ما المقصود بكلمة الرجع هنا، قالوا إن السماء هذه الكتلة الغازية جعل الله فيها صفة الإرجاع. الإرجاع لماذا؟ الإرجاع لكل الأشعة الكونية الضارة التي تأتي من فوقها، ولو أنها اخترقت السماء ونزلت إلى الأرض أصبحت مميتة للحياة على الأرض، مميتة للحيوان والإنسان والنبات وكل ظواهر الحياة. فمن رحمة الله أنه جعل صفة هذه السماء أنها ذات إرجاع، والسماء ذات الرجع، ترجع ما هو ضار إلى أعلى. ليس هذا فقط، بل فيها صفة الإرجاع، كل ما هو مفيد يصعد إلى السماء فيعود وترجعه إلى الأرض. مثل ماذا؟ مثل بخار الماء. لو أن بخار الماء يصعد ويتبدد ولا يعود إلى الأرض لنفدت المياه التي على الكوكب الأرضي مع ملايين السنين. لكن من رحمة الله أن جعل صفة السماء أنها ترجع هذا الماء حين يكون بخارا ويتكثف ثم يعود في صورة أمطار. لذلك نسبة المية، حجم المية، كتلة المية الموجودة على سطح الأرض من بداية الخليقة إلى الآن لا تنقص أبدا، وإنما يحدث لها تدوير في وظائف مختلفة. حتى أنني داعبت ذلك العالم الفلكي وقلت له يعني جزيء الماء يتم استخدامه مرات عديدة؟ قال نعم. قلت يعني جزيء الماء الذي دخل في جسدي سيدنا رسول الله يمكن أن يأتي إلى جسدي؟ قال نعم. قلت تخيل أن جزيء الماء الذي كان عند آدم وكان عند سيدنا نوح وكان عند سيدنا إبراهيم وكان عند سيدنا موسى وعند سيدنا عيسى وعند سيدنا محمد أكون سعيد الحظ أن يأتي إلي فتنالني البركات. ضحك كثيرا. المهم أن السماء ذات إرجاع، ترجع ما هو نافع إلى أسفل لتحتفظ به الأرض وينتفع به الإنسان والمخلوقات، وترجع ما هو ضار إلى أعلى كي لا تحدث اختراقات للسماء بهذه الأشعة الكونية الضارة فتميت الحياة على الأرض. ومثال بسيط، ثقب الأوزون، ثقب الأوزون لما حدث حدث احترار للأرض وتبعه أشياء ضارة كثيرة جدا، من تصحير الأرض وإن القطب الثلج في القطب الجنوبي والشمالي يتحول إلى ماء فتزيد المياه في المحيطات والأنهار فتغرق الشواطئ إلى آخر ذلك. يعني هذا من رحمة الله بنا والسماء ذات الرجع. سبحان من هذا كلامه، لأن الذي خلق الكون والسماء هو الذي أنزل القرآن تطابق المعنى هذا. وبالله التوفيق.